لا والله وصلنا إلى جزيرة فرسان. الآن راح نكون إن شاء الله مع أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان في جولة تفقدية على مشاريع بلدية فرسان. راح يجتمع إن شاء الله مع موظفي البلدية أيضا مع المجلس البلدي وراح يطلع على جميع المشاريع المقدمة من البلدية. ستة شركة يونانية. ستة. أي مع الطرق شغلة الطرق كاملة. 26 لها 34 ساعة. ما شاء الله خدمة جديدة. طبعا طول عمره في هذاك الوقت 1400 عاملين احتياطات للتوصيل الكهرباء وال لما جه الكهرباء وصلت القرى مؤسس جاهز على كل يعني خط القدرات موجود فيها 500 متر قرى هيك وشو ودي له هناك يخدم ايش؟ وين محمد؟ سقيط سقيط قرية تبدأ هذيك الإعلاميين هذيك منصة الإعلاميين هذيك منصتكم مكتوب عليها شباب كيف بينتشر شبك للأطفال الصغار وكيف يقاس الأكثر بالعدد ولا وشو؟ كميات اي كميات ويجيب كميات بآلاف يعني الموية ما شاء الله شفت كيف نشوف الإنترنت تحت بحجر وطعمه بحجر أفضل هذا الشركة بس الحين وسعيد كذلك بالالتقاء بالزملاء في بلدية محافظة فرسان. هذا مركب يعني ان شاء الله في الطريق الشهرين هذه؟ ما ان شاء الله، المشاريع كلها ما فيها ما وضحت مدة نهاية مدة المشروع. هذا قوة الانتشار هذا من المشاريع المتعثرة ورفعنا للسهل. وبعدين ثلاثة تعقيد حتى لو في الملاحظة يمديه يخلصوها. تسحبوا المشاريع مع الصلاحيين. تسحبوا المشاريع. حركوا المقاولين، حركوا البلديات. المشروع هذا مع مهندس ابراهيم وفيه الان تكاليف وعيدة خلف المقاول لا يتعدى الصف. هذه كانت جولة أمين منطقة جازان على مشاريع بلدية فرسان. اجتمع بالموظفين ايضا اجتمع بالمجلس البلدي وشدد على انجاز المشاريع وسحب المشاريع المتعثره من المقاولين. اخوة في البلدية تفاعل مع المجلس البلدي و يعني هنيكم على الفريق الموجود يعني شوف المجلس البلدي والبلدية بينهم توافق وبينهم حرص واهتمام وهذا دائما ينعكس على ان شاء الله العمل الميداني في المدينة. لا شك ان شعب المحافظ انت راس الهرم. نرى يوميا المزيد من الضيوف ومما يستفيدون فرسان تستفيد فرسان ان شاء الله من وراء الزيارات فحياكم الله. الان سواحلها حوالي 213 كيلو يعني السواحل التي تؤثر هذا بالنسبه للناحيه الجغرافيه. حجر فرسان ضعيف شعاب مرجانية مكث أزمنة طويلة تحت تأثر بالبحر لكن مع هذا استطاعوا أن يستخلصوا من النص معلومة تقول أن الحجر يعود إلى عام 120 ميلادية أن الحجر يثبت أن فرسان كانت خاضعة للرومان. قبل هذا كله في المرة الثالثة عثرت على نفس الباحثة الفرنسية على رأس دجاج كرة موجودة عندي رأس ثور محمد الدجاج تقول إنه يعود إلى أيام دولة سبأ التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في حكم المماليك
قبلها دخلت في عهد الدولة الأيوبية اللي انبثقت عنها دولة اسمها الدولة الرسولية. الموضوع طويل، لكن آخر المطاف أنه المماليك طردوا من قبل العثمانيين عام 1538 ميلادية بقيادة القائد التركي أو العثماني سليمان القانوني بإخوان من قاع الله أو الوطوط. ومن جمادى الأولى دخلت فرسان في ظل الحكم السعودي عام 51 1351. أهلا ليالينا واستبشري يا رب فرسان هنينا، واستقبلي نفحة لله ما حملت من فرحة تنبت الدنيا رياحينا، آمالنا يسمو الضيف قد كبرت ومن سمومكم تأتي أمالنا. من فرسان طبعا من قرية الوصال. هذا عليه نقوش هذا من وادي مطر رأس رقبة هذه عملة عميرية عمرها 2000 سنة. هذا كتحف الليتي هذا صورة كلب أكرم الله برضو، هذه كلها حميرية آثار رومانية. هذا أيضا لاحظ شاهد قبر، هذا الفرسان قبل الإسلام كانوا يدينون بالنصرانية، والنصارى النصرانية كانت تأتي إلى فرسان عن طريق الحبشة. كما أحد علماء اليمن، من هو الشاب الجميل هذا؟ ها؟ الشاب الجميل هذا من هو؟ هذا إبراهيم مفتاح أيام العزة. سافرون بالغرس إلى جزر دهلك، يغيبون هناك 3 شهور. جزر دهلك ما فيها ماء للشرب، يضعون هذه المواعين في السفن ثم يعبون التنك قبل ما تفتح ويملؤون. هذه كما قلت الإيطاليين استعمروا إريتريا حاليا، هذه حق الخمور كانوا يشربون ما فيها ويرمونها، البحارة استفادوا منها حقوها في السفن. ترجع كم هذه؟ تعود إلى كم؟ هذا يمكن من حوالي 100 سنة أيام موسوليني. يعني هذه لها 100 سنة؟ أي أي تقريبا. بفعل الضغط والحرارة الحجرة كان عندي البروفيسور عبد العزيز بن لعبون أستاذ في جامعة الرياض. نعم أي نعم. طلع جهاز عنده قال لي عمره 25 مليون سنة. وظيفة مدفعية عندما استعان الأدارسة بالإيطاليين لطرد الحامية التركية اللي موجودة. يوضع هنا في زيت سمسم صليط كما نسميه خرج، هذا اسمه مسرجة قبل زمن الفانوس وقبل زمن الكاز عشان يولع يعلقوها في السقف أو في الجدار ويشتغل في الجدار. قبل زمن الكيلو هذا الرطل الإنجليزي، رطلين 4 أرطال الكيلو، رطلين وربع. أخيراً أهل فرسان، كانت هذه تغطيتنا اليوم مع أمين منطقة جازان، تفقد المشاريع، زار محافظ فرسان، أيضاً زار الأديب والشاعر إبراهيم مفتاح. ألقاكم إن شاء الله في فرسان مرة أخرى. يومكم سعيد في أمان الله.